السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، النهاردة أصدقائي بكل اختصار هنتكلم مع بعض إزاي تحصل على قوالب فيس كام نيون متحركة. طبعا أنت بتشوف الستريمر عندهم قالب فيس كام حاطينه كده، اللي هو الاطار اللي بيبقى حوالين الشخصية وبيكون متحرك وفي انوار على الجانب متحركة. فبصراحة لو بحثت على اليوتيوب مش هتلاقي طريقة مباشرة يقولك اتفضل ده قالب جاهز او قالب تقدر تستخدمه بشكل مباشر على الفيديوهات بتاعتك او في الشروحات او في الستريمر. انا عن نفسي سألت نفسي نفس السؤال ده، ازاي اجيب القالب ده وابدأ استخدمه بشكل عملي في الفيديوهات بتاعتي. طبعا انا ملقتش بصراحة طريقة مباشرة، ولكن باجتهادي الحمد لله رب العالمين قدرت احصل على عدة قوالب فيس كام نيون متحركة تقدر تستخدمها في الستريمر، في الشروحات، في اي منصة انت بتقدم عليها محتوى تعليمي او محتوى جيمينج على حسب المحتوى اللي انت بتقدمه. فالمهم انك انت بتقدر تحصل على قالب فيس كام متحرك تقدر تشتغل عليه وتبدأ تضيفه في الفيديوهات بتاعتك. وطبعا في قوالب كتيرة جدا، وده بيعتمد على الذوقية، يعني على حسب ذوقك انت شوف القالب المناسب بالنسبة لك وابدأ استخدمه ببساطة. يعني أنا عن نفسي استخدمت أكثر من قالب في قناة الجيمينج. لو لسه ما متابعنيش على قناة الجيمينج هسيب لك صورة أو سكرين لقناة الجيمينج، والرابط بتاعها موجود أسفل الفيديو في الوصف. طبعا ده يشرفني إنك أنت تنضم لينا على قناة الجيمينج. فبكل بساطة أنا مش عايز أطول عليكم، ولكن الموضوع كل اللي عليك إنك أنت هتدخل على الرابط اللي أنا هسيبه لك أسفل الفيديو في الوصف. طبعا أصدقائي باختصار ده الموقع اللي احنا نبدأ نستخدمه ونجيب منه قوالب فيس كام. وفي معلومات برضو مهمة لازم تعرفها علشان تبقى واخد بالك. لو نزلت بالاسفل طبعا بتلاقي في حاجات كتيرة جدا، زي مثلا التصميمات اللي انت ممكن تكتب اسمك عليها او انك انت تضيف رابط التواصل الاجتماعي عليها، يعني تصميمات زي كده. في تصميمات كتيرة جدا مختلفة باشكال وتصميمات والوان مختلفة. طبعا احنا اللي يهمنا قوالب الفيس كام، اللي هي القوالب اللي انت شايفينها دي. في انواع كتيرة جدا من قوالب الفيس كام، وعندك السهم ده او السهم ده تقدر تقلب او تغير القالب اللي قدامك، هتلاقي فيه انواع وتصميمات تانية لقالب الفيس كام بالشكل ده. على سبيل المثال صديقي هنختار مثلا قالب الفيس كام ده، اول ما هنضغط عليه ازاي تعرف القالب ده متحرك ولا عبارة عن بي ان جي فقط، عبارة عن صورة فقط. لو انت ضغطت عليه ودخلت عليه هتلاقي هنا في الفايل تايب هنا هتلاقي فيه النوعين، النوع الام او في اللي هو فيديو يعني، او النوع الثاني البي ان جي عبارة عن صورة فقط. يعني ده بيدعم انك انت تقدر تستخدمه في الفيديوهات بتاعتك وهيكون متحرك في الوان متحركة، نيون متحرك في الجناب او في الاماكن بتاعت التصميمات. يعني الشكل اللي انت شايفه ده هيبقى متحرك، وهنعرف ازاي الشكل بتاعه هيبقى متحرك ببساطة. يبقى عندنا شغال الام او في والبي ان جي. خلينا نعمل ليه داونلود من هنا. كل اللي عليك انك بتضغط على داونلود، مش هتحتاج انك انت تسجل او تعمل حساب، الموضوع ده مش موجود في الموقع ده. انت طبعا اللي انت بتختار بتبدأ تحمله بشكل مباشر بالشكل اللي انت شايفينه ده. هنا خليه يحمل براحته وخلينا نعمل رجوع. هنا اصدقائي برضو في تصميمات تانية بتبقى بي ان جي فقط، يعني بي اس دي بي ان جي، يعني مش هينفع انه يكون فيديو متحرك او فيس كام متحرك. هنشوف ده مع بعض. على سبيل المثال لو احنا ضغطنا على الفيس كام ده او قالب الفيس كام ده ودخلنا عليه، هتلاقي هنا زي ما انت شايف هنا الفايل تايب بي اس دي فقط، يعني عبارة عن ملف للفوتوشوب بتقدر تعدل عليه بالفوتوشوب ومش هيبقى فيس كام متحرك. يعني ده معاك وده معاك، يعني حبيت ان انا اعرفك المعلومة دي علشان عند التحميل تعرف هل هو ده فيس كام متحرك ولا بي اس دي فقط، عبارة عن صورة فقط. هلا نعمل رجوع. عندك قالب زي كده تاني برضو لو انت دخلت عليه هتلاقي برضو
برضو عندك النوع هنا اللي هو الموفي والبي ان جي، يبقى ده قالب متحرك عادي، ده او ده قالب متحرك بالنسبه لك. ممكن نحمل ده نضغطين على داونلود، وهنا التحميل هيبدا يحمل معانا برضو بنفس الخطوات. خلينا نعمل رجوع تاني ونشوف مثلا القالب ده، وبرضو هنا هتلاقي هنا موفي اللي هو فيديو او بي ان جي، يعني تقدر تستخدم ده او ده. هنا بتضغط على داونلود برضو، بتضغط على بدء التحميل. طيب احنا لحد الان اخترنا ثلاث قوالب فيسكام متحركة نيون احنا حملناهم. وفي برضو قالب تاني، ده القالب ده انا استخدمته برضو في الفيديو اللي فات تقريبا، او الفيديو اللي قبل اللي فات، اللي هو القالب ده متحرك. ببساطة هتلاقي هنا برضو اللي هو الفايل تايب ام او في وبي ان جي، هنا بتضغط على داونلود وبتبدأ تحمله بالشكل ده. يبقى احنا كده حملنا اربع قوالب فيسكام متحرك. نستخدمهم ازاي؟ مهم جدا الخطوة دي، اللي انت اصلا لو بحثت على اليوتيوب او على اي منصة مش هتلاقي الخطوة المهمة دي. ازاي نستخدمهم؟ بكل بساطة ونضيفهم في اي برنامج مونتاج يبقوا شغالين معانا والامور هتبقى تمام. طيب هنعمل ايه ببساطة؟ طيب احنا حملنا اربع قوالب فيسكام، هندخل على الداونلود هنا، هنلاقي طبعا الاربع قوالب اللي احنا حملناهم معانا بالشكل ده. طبعا هم مضغوطين. الخطوة اللي انت هتعملها انك انت هتفك الضغط عن كل قالب لوحده بالشكل ده اهو، تبدأ تفك عنهم الضغط بالشكل ده اهو، عادي، موضوع بسيط جدا كده. احنا فكينا الضغط عن الاربع قوالب، يعني دول الاربع قوالب المضغوطين، ودول هم الاربع قوالب بس بعد ما فكينا عنهم الضغط. لو انت دخلت على اي واحد من دول هتلاقي طبعا في فيديو هنا، وهتلاقي الصورة بتاعت الفيس كام. لو جيت تفتحها ده الاطار بتاع الفيس كام، ولكن هو مش متحرك. الله، طب ازاي نخليه متحرك؟ يبقى الفيديو اللي جنبه لا برضه. تعالى بس اوري لك حاجه. لو احنا دخلنا على الفيديو اللي جنبه وجيت تشغله، لاحظ مش شغال، بيقول لك مش شغال. طب ايه يا عم محمود؟ يعني لا الفيديو شغال ولا الصورة متحركة، عبارة عن صورة ثابتة. فين بقى الألوان اللي أنا عايز أشوفها بتلمح حوالين الإطار والكلام ده؟ ركز معايا برضه، لأن طبعا الموضوع ما جاش من فراغ، أنا تعبت لحد ما عرفت الطريقة دي. تمام. طيب يبقى في كل القوالب اللي احنا حملناها هي قوالب متحركة بالفعل، ولكن اول ما بتدخل على القالب تلاقي الاطار فقط زي كده، مش متحرك ولا حاجة، والفيديو اللي جنبه مش شغال برضو. نفس الخطوات في الاربع قوالب. ازاي نبدأ نشغل القوالب دي ونخليها متحركة ونبدأ نستخدمها في الفيديوهات بتاعتنا؟ ركز معايا. اول حاجة هتفتح الفوتوشوب، هتفتح برنامج الفوتوشوب. تمام لحد هنا؟ طيب خلي برنامج الفوتوشوب يفتح معاك، وهنبدأ مع بعض هقول لك على الخطوات اللي انت هتبدأ من خلالها انك انت تفعل الفيس كام وتخليه متحرك. تمام يا صديقي؟ طيب برنامج الفوتوشوب فتح معانا. هنا كل اللي عليك انك بتيجي على فايل، بعد كده اوبن، بعد كده بتروح على الداونلود، وتروح تشوف انت حملت فين القوالب دي. زي ما انت شايف انا المكان ده اللي انا حملت فيه القوالب، عندي اربعة مضغوطين واربعة غير مضغوطين، يبقى انا اركز على الاربعة الغير مضغوطين. تمام، اللي انا فكيت عنهم الضغط. هاجي على اول قالب، ونفس الطريقه دي تنطبق على الاربعه. هاجي على اول قالب بالشكل ده، ادخل على الفيس كام، هلاقي هنا دي الصوره الثابته البي ان جي، مش عايزها. ادخل على الفيديو ده، طب معقوله اضيف فيديو داخل الفوتوشوب؟ ايوه، ركز معايا اهو، اوبن، هيبدا دلوقتي يضاف معايا القالب. هل ممكن اشوف الالوان بتاعته هنا؟ ينفع. ركز معايا من تحت هنا، شوف يا صديقي الالوان، الالوان متحركة اهو، اهو شغالة الالوان داخل الفوتوشوب، والمعاينة الكاملة للملف. طيب خلينا ندخل نجيب اللي بعده، نضغط على فايل وعلى اوبن، ونعمل رجوع هنا، وندخل على القالب او القالب الفيس كام اللي بعده بالشكل ده، وناخد الفيديو بتاعه برضو، ونضغط على اوبن، احنا ضفناه. خلينا نشوف المعاينة بتاعته، نضغط هنا على تشغيل، دي المعاينة بتاعت الفيس كام او قالب الفيس كام شغال متحرك هنا. برضو نيجي على اللي بعده، نضغط على اوبن بالشكل ده، وندخل على القالب اللي بعده، هنبدأ نضيفه بنفس الخطوات اهو، ضفناه. تعال نشوف المعاينة بتاعته، هنضغط هنا، زي ما انت شايف قالب الفيس كام، قالب شيك بصراحة ومتحرك زي ما انت شايفه كده، موضوع زي الفل يعني. دي المعاينة بتاعت قالب رقم 3،
اللي بعده هنضغط على فايل واوبن وبعد كده نعمل رجوع ونيجي على اخر قالب معانا. هنبدا طبعا نختار الفيديو اللي هو اصلا مش شغال قدرنا نشغله على الفوتوشوب. هنضغط على اوبن ده القالب. هنبدا نضغط هنا علشان يشتغل معانا القالب بالشكل اللي انت شايفه ده. فعندك القالب شغال وزي الفل. طب يا عم محمود احنا عرفنا ان القالب شغال على الفوتوشوب، ازاي بقى نستخرج القالب دي بنفس الالوان ويفضل معانا متحرك عشان نستخدمه في الفيديوهات بتاعتنا؟ هقول لك يا صديقي ببساطه، هتيجي على اول قالب اللي هو ده. ببساطه ازاي تستخرجه متحرك زي ما هو كده، ركز معايا. بتضغط على الفايل اول حاجه، تاني حاجه بتيجي هنا على اكسبورت، تيجي على اكسبورت، بعد كده بتيجي على سيف فور ويب بالشكل ده اهو. بعد ما تضغط عليها هنا بتلاقي البي ان جي 24، لا نبدا نغيرها، بنيجي هنا وبنخليها جي اي اف اللي هي جيف، اللي هو اول خيار معانا اللي هو جيف. تمام جيف، اوكي الموضوع لحد هنا تمام. هتستنى لحد ما يخلي لك الصيغه جيف بالشكل ده، وهنا بضغط على سيف، خلينا نخليها على سطح المكتب بالشكل ده، وهنا بنضغط على سيف. يبقى ده اول ملف معانا استخرجناه جيف. تعالى بقى على الملف اللي بعده، نيجي على الملف اللي جنبه برضو فايل، وبعد كده اكسبورت، بعد كده سيف فور ويب، وهنا طبعا بنختار جي اي اف اللي هي جيف، وكل اللي عليك انك بتنتظر لحد ما يرندر لك الملف بتاعك، لان زي ما انت شايف كده ويظهر لك كده. هنا بضغط على سيف وبتختار المكان اللي انت عايز تسيف فيه او تحفظ فيه، ضغط على سيف. يبقى احنا كده حفظنا تاني ملف، ولسه هنشوف المعاينه الكامله وازاي نستخدمه. بعد كده بنيجي على الملف الثالث نفس الطريقه، بنيجي على فايل، وبعد كده اكسبورت او استخراج، بعد كده سيف فور ويب، وهنا طبعا كل اللي عليك انك بتختار جي اي اف من هنا، وكل اللي عليك انك بتنتظر بالشكل ده. هنا بتضغط على سيف وهنا سيف، وبتنتظر لحد ما يخلص حفظ. دي الخطوات اللي انت بتعملها. تيجي على رقم 4 الاخير برضو فايل، بعد كده اكسبورت، بعد كده سيف فور ويب، وكل اللي عليك هنا بتختار جي اي اف، بتختار الصيغه اللي انت تبدا تستخرج بيها الملف ده، وهنا بتضغط على سيف وهنا بتضغط على سيف بالشكل ده. عملت اربع قالب فيس كام ومتحركه وحفظتها زي ما هي متحركه. طيب كده احنا نطلع من الفوتوشوب بتاعنا بالشكل ده اهو، خلاص خلصنا الموضوع بتاعنا. عندي ادي ملفين وادي ملفين، يبقى انا دلوقتي عندي اربعه بالشكل ده، اربع قوالب فيس كام. طيب نعرف ازاي انهم شغالين، ركز معايا برضو. استخدم اي برنامج مونتاج، انا على سبيل المثال هختار برنامج المونتاج اللي انا بشتغل عليه، هبدا اشغله واوريكم ازاي القالب دي شغاله في المونتاج او شغاله اصلا بالفعل لما تيجي تعمل الفيديوهات انت. طبعا على حسب برنامج المونتاج اللي انت شغال عليه هتلاقي طبعا القالب دي شغاله معاك، مفيش اي مشكله. يعني هو مش معقوله ان برنامج المونتاج بتاعي بس هو اللي هيشغله، لا برنامج المونتاج بيقبل العديد من الصيغ، ولكن طبعا انا استخرجتهم بصيغه جي اي اف علشان يفضلوا متفاعلين، يفضلوا نشيطين ونقدر نستخدمهم. طيب هنا بنضغط على امبورت، اختار الديسكتوب. انا عندي اربع قوالب بالشكل ده متاح ان انا استخدمهم داخل برنامج المونتاج، فانا هضغط على اوبن. لو تلاحظ الاربعه اتضافوا عندي. طيب هلا نبدا باول واحد من هنا، انا ضفته هنا، وبرضه علشان اتاكد هكرره اكتر من مره، هكرره اكتر من مره كده علشان اوريكم ان هو مازال شغال وهيفضل متفاعل. طيب انا كررته اربع مرات، اجي على اللي بعده، خليني اجي هنا على اللي بعده علشان ابدا اضيفه بالشكل ده علشان بس اوريكم انه شغال تمام. ابدا اضيفه اكرره أربع مرات بالشكل ده. أنا دلوقتي ضفت القالب كلها، كل واحد كررته أربع مرات علشان المدة بتاعته تبان، وأنت برضه في المونتاج هتبدأ تظبطه. طيب تعال نشوف أول قالب معانا. لو تلاحظ القالب شغال معانا تمام أهو، الفيس كام داخل المونتاج هو شغال. أنت طبعا بتبدأ تمسك القالب ده بتصغره على الإطار أو المكان اللي بتكون شخصيتك موجودة فيه، انت اكيد حضرتك عارف، ولكن هو الموضوع كله في قالب الفيس كام. طيب ده تاني واحد زي ما انت شايف،
شغال برضو، القالب متفاعل وشغال والالوان بتاعته مازالت شغاله زي ما انت شايف حضرتك، لان طبعا مفيش واحد هيبدا يديلك الموضوع من الالف للياء بالبساطه اللي انا بقدمها لحضرتك. فما تبخلش علينا باللايك الجميل، يعني اشترك في القناه، اعمل لايك، اعمل مشاركه، اي دعم منك لينا. طيب زي ما انت شايف طبعا قالب الفيسكا متجاوب وشغال بالالوان بالنيون اللي شغال في الجنب او من فوق او في الاعلى على حسب طبعا الموشن اللي هو تم اضافته من قبل المصمم. فزي ما انت شايف حضرتك قالب الفيسكام شغالة بكل بساطة. طيب بالنسبة للحجم كبير الحجم صغير، بكل بساطة صديقي الموضوع ده بيرجع لك انت. مثلا على سبيل المثال عايز تصغره، بتبدأ تصغر الجزئية بالشكل ده اهو، وتبدأ تضيفها في المكان اللي انت عايزه اهو، سواء هنا سواء هنا سواء هنا سواء هنا اهو، تبدأ تصغر الحجم وتكبره زي ما انت عايز، وبعد كده بتضغط على تشغيل بتلاقيه شغال معاك. لو انت طبعا عايزه لحد نهاية الفيديو بتمسك الملف ده تكرره اكتر من مرة جنب بعض علشان يفضل زي ما هو، يعني على سبيل المثال تبدأ تكرره جنب بعض 4 مرات 5 مرات لحد ما يخلص معاك الفيديو، وهتلاقيه شغال اهو، مش هتلاحظ لحظة الانقطاع، يعني انه يتحول من التاني للتالت وهكذا. لو تلاحظ هتلاقيه كله شغال عندك لحد نهاية الفيديو، بس انت بتكرره لحد نهاية الفيديو. دي الخطوات يا صديقي اللي انت بتقدر من خلالها انك انت تستخدم او تحمل قالب فيس كام نيون متحرك ببساطة على الفيديوهات بتاعتك لو كنت ستريمر او كنت صانع محتوى. دي الطريقة اللي انت تقدر تستخدمها ببساطة، واتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك المعلومة كاملة من غير اي نقصان. فاتمنى اصدقائي في النهاية ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهاية اصدقائي ما تبخلوش علينا بدعم الفيديو بلايك واشترك في القناة، ولو في اي استفسارات اكتبها من خلال الفيديوهات، ولو انت صديق وصلت لنهاية الفيديو فاكتب لي من خلال التعليقات لانك بالفعل من الأصدقاء المقربين بالنسبة لي. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.